شكرا معالي الرئيس. احنا الله يسلمك ياسين نتكلم في هوا، ما في معلومات عندنا هوا، مو بعارفين شنو المخالفات. ممثل الحكومة انا اول مرة اشوفه يدافع يعني هالكثر، لانه ياسي يبين لكم الصواب صراحة، وقال بشكل صريح انه ما طلبت المعلومات. اي جهة حكومية مو من حقها تخفي اي معلومة يطلبها مجلس النواب، وهذه ما عهدنا عليه بالتعاون مع الحكومة. معالي الرئيس التقرير قاصر، وخلي سامحوني يعني ابو ابراهيم، نحتاج معلومات، نحتاج نعرف شنو المخالفات، وعلى اثرها ممكن ان نعدل او ممكن ان احنا نرفض. فمعالي الرئيس يعني كنت تشوفين صاير لقط وصاير انه مخالفات، زين كم مخالفات؟ انت الله يسلمك اذا اعطيت القاضي بشر ممكن يصيب وممكن يخطئ، انت اعطيت الجواز القاضي بحكم القانون مو على كيفه هو راح. فاليوم الله يسلمك انت ياس تاسسين شيء جديد ويترتب عليه امور كثيره مثل ما قال ممثل الحكومه. فاتمنى من اخواننا انه يسحبونه ويطلبون المعلومات وعلى اثرها نشوف.